طالبات اهلا بكم ومرحبا في الدرس الجديد من نوع الجرائد والمزيد من الافعال. وقلنا ان الفعل من حيث التقارب والزياده نوعين، عندي فعل مجرد وفعل مزيد. وانا كاتبه هنا ان الفعل الماضي اي ياتي، نعرف ان الفعل مجرد او مزيدا من الفعل ايه؟ الماضي. طب ميس يعني ايه الفعل المجرد؟ يعني ايه الفعل المزيد؟ يلا بينا نعرف. الفعل المجرد هو ما كانت حروفه اصليه ولا يمكن الاستغناء عن اي حرف فيها والا تغير المعنى. يبقى الحرف الفعل المجرد هو كل حروفه اصليه، ما تقدرش تستغنى عن اي حرف فيها. تعالى اقول لك زي الفعل كتب كده، تقدر تستغنى عن كاف، هتقول الت والب لوحدها مش هتدي معنى، تقدر تستغنى عن ت الكاف والب لوحدها مش هتدي معنى. فهو ايه؟ ما كانت حروفه اصليه ولا يمكن الاستغناء عن اي حرف فيها والا تغير المعنى. عندي انواع، وعندي مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. المجرد الثلاثي هو ما كان هو كل فعل عدد حروفه اصليه ثلاثه، يبقى من اسمه مجرد ثلاثي يعني انا حروفه ما بقدرش استغنى عن اي حرف من حروفه، وثلاثي يعني ثلاث ايه حروف. زي كتب او ثلاث حروف ما تقدرش تستغنى اي حرف، وشرب وخرج واكل وفهم ولعب وشرح. طيب عندي المجرد الرباعي هو ما هو كل فعل عدد حروفه الاصليه اربع حروف، وما بتقدرش برضه تستغنى عن اي حرف من حروفه، وسميته مجرد رباعي لان عدد حروفه اربعه. زي نحرج، زلزلاء، وسوساء، حصحصاء، سلسلاء، سيطرة. يبقى الفعل من حيث المجرد والمزيد، عندي الفعل المجرد والفعل المزيد، وعندي الفعل المجرد، عندي المجرد الثلاثي والمجرد الرباعي، والثلاثي ما بقدرش استغنى عن اي حرف من حروفه، سميته الثلاثي لانه ثلاثه اربع حروف. والرباعي هو اربع حروف ما بقدرش استغنى عن اي حرف من حروفه، فعشان كده سميته ايه؟ مجرد رباعي. عندي الفعل المزيد هو كل فعل زاد على حروفه الاصليه حرف او اثنين او ثلاثه احرف. يبقى انا عندي ان الفعل المجرد اللي هو الثلاثي او الرباعي بزود عليه حروف بسميها حروف الزياده. وحروف الزياده دي مجمعه في الكلمه الهناء والتسليم او سأشتم منها. فانا بشوف ايه الحروف الزياده اللي زادت عن ثلاثه احرف، بعد الثلاثه احرف بعرف حروف الايه؟ الزياده. وعندي انواع فعل مزيد ثلاثي وفعل مزيد رباعي. فعل مزيد ثلاثي انا عندي الفعل ثلاث حروف، في اربع حروف، في خمس حروف، في ست حروف. مفيش فعل بيه. هو اقل حاجه ثلاثه واكثر حاجه سته. والثلاثي بيزيد عليه ثلاث حروف كمان فبيبقوا سته ايه؟ احرف. عندي انواع المزيد الثلاثي، فعل ثلاثي مزيد بحرف، فعل ثلاثي مزيد بحرفين، فعل ثلاثي مزيد بثلاثه احرف. وعندي الفعل المزيد الرباعي، انواع فعل رباعي مزيد بحرف وفعل رباعي مزيد بحرفين. واحنا قلنا ان حروف الزياده مجموعه في كلمه هناء وتسليم، وناس تانيه بتقول سالتم مين؟ ملحوظه، حروف المضارعه والضمائر المتصله وتاء التانيث لا تعد من حروف الايه؟ الزياده. تبقى حروف المضارعه والضمائر، حروف المضارعه اللي هي مجموعه في كلمه انيت، والضمائر سواء متصلة يعني هي ألف الإسلام، تاء الفاعل، الفاعلين، نون النسوة، ألف الإسلام، نون الجماعة، يعني المخاطبة، لا تعد من حروف الإيه؟ الزيادة، وكاف وهاء الغيبة، وكاف الخطاب، وياء المخاطبة. عندي الفعل المزيد الثلاثي، المزيد بحرف يكون هذا الحرف الزائد الهمزة، الألف أو الطبع. عندي همزة زي أخرج وأظهر، أصل الفعل خرج يبقى هو مزيد بالهمزه. اظهر اصل الفعل ظهر، انت بتجيب الاصل من الماضي، ده انا بقوله في اول الدرس ان الفعل مجرد او مزيد بعرف منين؟ من اليوم الماضي اهو. طب اهو ثلاث حروف اهو، اخرج وماضي بس دي كانت ثلاث حروف، خرج اظهر ظهر. بص عندك شارك اصلها شعر، اهو ده فعل ثلاثي مزيد بحرف، سامح فعل ثلاثي مزيد بحرف. الألف علم قدم أصلا علم وقدر، أنا شفت علم علم خطاب الله مرة مرتين يبقى تضعيف، يبقى ده مثل بالإيه بالتضعيف، ومن هنا بعد التضعيف بقى بحسب على التضعيف كأنه إيه حرف. قدم قدم ده أنا قلتها مرة إيه؟ تضعيف كلامي بحرف، بسميه
تعرف الاسم المسيح وحرف الضمير، تعرف الاسم المسيح وحرف الاسم الالف، فعل المسيح ثلاثي الحرف اللي هي الحرف زي الاخرى قوي. عدد فعل المسيح بحرفين يكون هذين الحرفين الهمزه والتاء، زي انتصر اصلها ايه؟ نصارى، جبت الموجب بطريقتهم نصارى. بص كده ارجع للانتصار هتلاقي الالف والتاء زائدتين، يبقى هقول فعل مزيد ثلاثي بين الحرفين. تعالى كده انكسر اصلها ايه؟ نصارى، وهتلاقي قالب انكسر او انكسر هتلاقي الهمزه والايه والنون. هتلاقي ده فعل مزيد من الهمزه والايه والنون. تعاون وعاون فعل مزيد بالتاء والايه والالف. تسلم اصلها سلم، تسلم سلم جيب على طول نطق مره تجيب الموجب بطريقته هيبقى مزيد بالايه؟ بالتاء والايه والتضعيف. اخضر اصلها خضر، اخضر مزيد بالالف والايه والتضعيف. عندي المزيد بثلاثة أحرف وتكون هذه الأحرف اسم، أنا أقول عليها اسم ألف سين تاء، زي استقر أصلها غفر، استخرج خرج، أقول فعل ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف الألف والسين والإيه والتاء. واستخرج فعل أصلها خرج، فعل ثلاثي مزيد بالألف والسين والإيه والتاء. الفعل المزيد الطبيعي عندي مزيد بحرف زي تضحرج، أصلها ضحرج فيبقى مزيد بحرف التاء. تزلزلا اصلها زلزلا مزيد بحرف التاء، المزيد بحرفين هي الهمزه والتضعيف. زي الحكمه اصلها طمأن، طمأن يبقى مزيد بالالف والتضعيف. اشمئز هي مزيد بالالف والايه والتضعيف. اقل عدد الحروف لاي فعل ثلاثه واقصى عدد الحروف سته. والى وسوف يتم شرح الدرس المفصل هي في الفصل، والى لقاء اخر في الدرس الاخر ان شاء الله.